مويا يجي هنا. ايوه هذه مال الاحجار. هذه شرد اللي جت تحت الاشجار هذه كانت قديمه. هذه شرد السدره. ايوه اوه سدره كبيره. سدره هذا قديم. بس هذه كان يعني الغدير هنا في مع الاحجار هذه. هذا مكان الغدير. هذا كان المويه الغدير. اه صح. بس اندفن من التراب. هذا طريق الحاج يعني. إيه هذا طريق الحاج. سر تھوڑا ریکارڈ کر لیں گے. میں تو کر ہی رہا ہوں. اس جگہ کا نام تھا غدیر الحاج. وہ حجاج جو کہ دربل شرقی سے حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے حاجت کے لیے وضو کے لیے جو استعمال کرتے تھے. یہ اس کی جگہ